لا على الحقيقة. لا لا انت على الحقيقة. على راسي انت. مفتاح فين؟ هون في الجيب. ها العربية نوعها ايه؟ خلص العربية نوعها ايه؟ في الـ في الـ في البنطلون. في البنطلون مش العربية بورشي بيضة ولا ايه؟ ماشي من اللعيبة. في البنطلون دي ممكن تخرج من دوائر عادي ولا ايه؟ الله الله صل على النبي. العربية دي تودوها على الفندق ولا العربية دي على الفندق؟ يا الله بما انك انت مثلت حاجات تاريخي وصحاري وحاجات كده صح؟ صح صح يعني شفت عقارب وحاجات وصح؟ لا لا بشرفك شفت عقارب؟ اي بس عندي فوبيا. انا عقارب والله العظيم خاف من عقارب. بشرفك لا. لا 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 والعياذ بالله. عياذ بالله. لا 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 الله يوفقك. لا خدش بالك. لا 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 خطره خطره. لا الله يخليك. لا لا يا اخي لا الله يخليك بلا هنا الحرق. بشرفك لا بشرفك لا بقى. مين احسن ممثل في العالم العربي؟ انت رامز جلال. خلاص استاذ رامز جلال. بشرفك لا. ها بشرفك لا. امال ليه بعينك وبرجلك اللي انت قلتها من شويه؟ قول رامز جلال بلا حقاره بقى. خلاص رامز جلال عم العالم. قول رامز جلال عم العالم. رامز جلال خلاص عم العالم. عم العالم ايوه كانت عجبنا بس بتعجبني. يا الله بشرفك لا. مين تاني احسن ممثل بعدها في مصر؟ مين تاني احسن ممثل؟ تاني احسن ممثل بعديه بعديه بعدك انت. مين؟ يحيى الفخراني بقى. يعني مش ياسر جلال يلا. ياسر جلال اخويا يلا. قول ياسر جلال بعديا. قول ياسر جلال. ايوه تعيين حبيبي. الله ياسر جلال حبيبي. بس بص التعبان مش عايز يدخل. التعبان انت وحش. بس انت غالي عندي والله العظيم. والله العظيم غالي عندي يا اخي. خلاص خليك خليك كول. عشان انت غالي عندي ما ينفعش امشيك كده. انا هخليني كول معاك. لاست بوزيشن. لا 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 رامز الله خليك. رامز 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 لك يا لك. خلاص خلاص والله انبح صوتي انبح صوتي راح صوتي. حفكك قسما بالله راح صوتي. حفكك بس توعدني ان انت تيجي في حضني قصاد الناس. والله خلاص وريهم باسم المتسامح باسم الطيب. put him down. حبيبي واخويا حبيبي واخويا انا بحبك يا باسم.